حسين الشحات، وشفنا الناس نزلت صور لحسين الشحات ومش عارف كان ايه، واحنا كلنا كنا ايه يعني، والناس اللي نزلت الصور دي كانت ايه. الرسول عليه السلام كان بيلبس جلابيه مرقعه، الرسول عليه السلام. عندنا امثله كبيره جدا، وكل الناس اللي ربنا كرمها، مش لازم ربنا بيكرم بفلوس، لان الناس فاهمه الموضوع ده غلط، ربنا كرمها في حاجات كتير قوي، ربنا كرمه بحب الناس، ابو تريكه، كلنا. لكن انت تجيب بقى صوره لعيب، وبصراحه يعني قمه قله الادب اللي في الدنيا ان انت تعمل كده، تجيب لعيب وتجيب صور ومش عارف وتعمل ايه. حسين الشحات مش مجرد صفقه للنادي الاهلي، حسين الشحات في نظري انا، من وجهه نظري انا، اعاد جزء كبير قوي من كرامه الشارع الرياضي عموما، لما رفض الفلوس واختار المبادئ بتاعته واختار حب المكان اللي يروحه. لان كان اشيع او مش اشيع، خلينا نتكلم بواقعيه، كان خلاص كنا بنتكلم في العموم، في الوسط الرياضي عموما، ان الفلوس تجيبك وتوديك، مش كده ولا ايه؟ اي حد الفلوس تجيبه وتوديه، مش اي حد، اسف، المعظم، الاغلبيه، الفلوس تاخد كذا، طب علي لي شويه ونسيب مش عارف فين، يلا خد، يلا معاك، هي كده، ما بتعديش اكتر من كده. تاخد كذا، لا اصل النادي بتاعي وبتاع وجماهير والدنيا، طب نزود لك شويه، اه ماشي يلا بينا. لكن حسين الشحات قال الحاجات دي كلها طز في وشها، انا بختار حبي وبختار عشقي وبختار النادي الاهلي، بختار فريق البطولات والانجازات والتاريخ واصحاب التاريخ ومشجعين التاريخ. حسين الشحات مش ضحى. احنا بالنسبه للناس اللي هم بيشوفوا ان هو ان انت تسيب الفلوس تضحيه، هو مش ضحى. حسين الشحات كان فرحان وهو سايب الفلوس، لان الفلوس بالنسبه للانسان اصيل نظيف لا تعني اي شيء خالص، لان هو عايش ب 100 جنيه زي ب 1000 جنيه زي ب مليون جنيه زي ب 10 مليون جنيه. هو عنده رضا، الحمد لله ربنا خلق الناس كده عندها رضا. لكن النفوس بتضعف قدام الفلوس. القوي والقوي بمبادئه والقوي بإيمانه بربنا عمره ما بيضعف قدام الفلوس. حسين الشحات ضرب مثل ان كل حاجه ما تساويش ان انت بتلاقي حاجه انت بتحبها ولا مليارات الدنيا اساسا. وعمل كده فعلا وقال لي الدنيا كلها. عشان كده بقول لكم رجع جزء كبير قوي من الكرامه في الوسط الرياضي عموما اللي كانت الماده بتتحكم فيه. الراجل ده قال لي الحاجات دي لا، ولا الفلوس تيجي في النادي الاهلي وحب النادي الاهلي تحت رجليه. ده حسين الشحات، دي قيمه حسين الشحات.